إن شاء الله عز وجل، وهو أنه أخرجنا جميعا من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على الولد وعلى الزوجة وعلى المال وعلى كل شيء. أهي مقدمة عن نفسي؟ نعم. ولذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الآن يا عمر، أي ليس الآن إيمانك مكتمل. فخرج سيدنا عمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع نفسه جلسة مصارحة: من منا محتاج إلى الآخر؟ من الذي يستشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ من الذي يريد أن يخرج الناس من النار فيدخلهم الجنة من المؤمنين المذنبين؟ ظل سيدنا عمر يتذكر ذلك إلى أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحبك الآن أكثر من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. السؤال هنا: المحبة شخصية أم محبة النموذج الذي يعني رباه ربه وخلقه ربه وأحسن تأديبه ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله ولا فخر، وهو الذي قال ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بمحبته أكثر من أنفسنا، أولا لشخصه، ثانيا لأنه هو الذي أنقذنا جميعا من النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أحبوه وأرادوا أن يضحوا بكل غال ونفيس افتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالى حضرتك والسادة المشاهدين لنرى كيف كانت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا أبو أيوب الأنصاري أخذ النبي في ضيافته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق الأول، ويسكن أبو أيوب الأنصاري في الطابق العلوي. فهنا جلس الرجل مع نفسه وقال: أأمشي بقدمي وتحتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن يكون هذا. فنزل أبو أيوب الأنصاري واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو في الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى. هذا أبو أيوب الأنصاري مثل ضربه لنا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لنرى مثال آخر في محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الصحابة يتبادرون إليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكلنا يعلم من هو أبو هريرة، إنه ذاكرة الوحي الذي روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 5000 حديث، وهو الذي قال النبي في شأنه: من يبسط رداءه فيسمع مني فلا ينسى، علما بأن أبو هريرة كان لا يقرأ ولا يكتب. سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 5000 حديث. فأبو هريرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعوا الله لأمي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبا هريرة. ولكن ذهب أبو هريرة ليعرض على أمه الإسلام، فأسمعته وأوجعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو هريرة يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي نهرتني، ولم يكن أبو هريرة نهرتني فقط، بل نالت منك يا رسول الله، ادعو الله لها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهدي أم أبا هريرة. فما أن عاد أبا هريرة إلى بيته إلا وسمع أمه تنادي: يا أبا هريرة، قف مكانك. فوقف فيقول: فسمعت خشخشة في الماء، أي صوت الماء. فلبست أمي درعها، أي استترت، ودخلت عليها فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتمالك سيدنا أبو هريرة نفسه من الفرح، وذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليخبره: يا رسول الله، إن أمي دخلت الإسلام بفضل الله ثم بدعوتك لها. يا رسول الله، ادعوا الله لي ولأمي. فماذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. فيقول أبو هريرة: والله ما سمع بي أحد ولا رآني أحد
إلا أحبني بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. مثال آخر، أحد المشركين وكان يسمى ثمامة بن أسال الحنفي، هذا الرجل أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبناء عمومته نهوه عن ذلك واكتفوا بأن يكون الثأر بين ثمامة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ثمامة اعترض لكثير من المسلمين وقتلهم، وأراد الرجل أن يعتمر، يأتي ليعتمر إلى بيت الله الحرام، وكان على الشرك، لكن جنود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أخذوه أسيرا، فأتوا به مربوطا، وظل مربوطا في سارية من سواري المسجد، إلى أن أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ فرد ثمامة على النبي صلى الله عليه وسلم: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة، ثم عاد من اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: كما قلت لك بالأمس. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثالث فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلته لك بالأمس. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام أن يطلقوا صراحة. فانطلق ثمامة بن أثال الحنفي وذهب إلى حائط أي بستان من بساتين المدينة، فدخل واغتسل، أي تناول ما ينال الرجل من الاستحمام، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وقال: يا محمد، والله ما كان أحد أبغض إلى وجهي منك، أما الآن فصار وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك هذا، أما الآن فبلدك أحب البلاد إلي، والله ما كان من دين أبغض إلى قلبي من دينك، أما الآن فصار دينك أحب الأديان إلي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا دخل الرجل في الدين؟ لأنه أحب هذا الشخص الذي عامله معاملة تليق بالأسرى. عظيم.